إحكام تمثيل الشعب المصري يعني مؤسسية، المدارس الفكرية، القوى السياسية، الأحزاب، مؤسسات الشعب المصري قاطبة، ما يسمى الأهلية أو الشعبية إلى طبعاً لم يأتي هذا العمل زي ما فهمنا لا من مجلس عسكري ولا من الحاكم ولا من مجلس الشعب ولا سواء. هل هذه الصفحة غائبة عنكم؟ أم إنها معلومة لمن لا يعرف بها أو بتفاصيلها يستطيع أن هو يلاقي مجمل وثائقها على صفحة؟ بنستدعيها أيضاً مش بس باستدعاء المعايير التي أحكمها بموجبها تمثيل الشعب المصري ومنها اللي أنا ذكرته لكن غيرها كثير. أنا قلت بعض المدارس الفكرية أي قوى سياسية ممثلة فكرياً، قلت لكل مدرسة تختار من فقيه ما يسمى بالفقيه الدستوري الذي يعبر عنها هي واحد مش 100 ولا 10 ولا 2 واحد. تطبيقا عشان نبعد عن التجريد تكون عارفين عنوان الاخوان المسلمين، رحنا لهم مين الفقيه الدستوري اللي يمثلك؟ مأمون الوضيف. خلص. طيب القوميين رغم ان كان في حزب بدا يطلع يقول في كمان ربيع وكذا 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 الا ان المصريين قرروا انا دلوقتي فقيه هناك حسام عيسى. الاحزاب الخمسه اللي كانت موجوده على الخريطه سمى يعني مثلا حزب العمل بيقول الاستاذ الدكتور حلمي مراد يرحم الله الجميع. يجي مثلا المجاهد الاكبر ابراهيم شكري يحضر، لكن اللي يتكلم ويخط ويشارك هو المعتمد منهم يبقى حلمي مراد. هو يكلم حلمي الناس وهكذا بالنسبه لسائر الاحزاب. بالنسبه للليبراليين رحنا للوقت الباشا قال انتم ممثلين الليبراليه اربع تمثيل عبر الدكتور سعيد النجار الذي كان قطبا ومؤسسا حمل هذه لجمعيه النداء الجديد، اي ان الليبراليه بقرار المنظومه اللي اسمها الورد اللي يفترض انها ام المدرسه دي، قالت احنا تمثلنا فكريا ولكن تمثيل الحزب معاك الدكتور ابراهيم دسوقي. طبعا كان نادي القدامى المستشار يحيى الرفاعي، كان ميلاد حنا. ميلاد حنا بتوقف عند انه لم يكن لا ممثلا للكنيسه ولا احد الحاجات اللي احنا يعني وضعناها بشكل محكم، ان لا في ازهر ولا في كنيسه ولا في مسلم ولا في مسيحي. ميلاد حنا شانه شان اي مواطن مصري فاعل في العمل الشعبي ورأس جمعية التوفيق والسواء إلى آخر هذه المؤسسات، هو موجود الكل موجود مواطن مصر، مفيش لا دين ولا مؤسسة زي الأزهر أو الكنيسة. كل أولئك يعني يزول يبدو أنه غاب عن أولئك الذين يتولون معالجة الأمر في المراحل، مفيش ولا معيار من دول كان موجود عند العسكري اللي قال 100 وما عرفناش بأي معيار وماشي. طب ده العسكري هو شغلته احالها لمن لم ينتخب غير دستور، فلم يعني يزول نعرف معيارا واحدا من المعايير اللي على اساسها تتشكل هذه الجمعيه. انا بقول احنا مش مشغولين بهذا الامر لان ما قاله او ما قال اي حاجه هتتعمل بغير معايير او رتب سليمه متطلبه من الشعب المصري لم تنتج ما يستقل، ولذلك فاحنا معنيين بمسؤوليتنا. تعالى تعالى لو تفضلت هنا عشان اليافطه دي هترجع لي. يعني تعالى خد راحتك في القعده. بالتالي ده يعني الايماءات والاشارات الى هذه الصفحه من مشتركنا واهلا وسهلا. ولستم في حاجه يعني رسم في تلك الصفحه اللي احنا ايضا مستدعيها من مشتركنا وهي منظومه اسمها الجبهه الوطنيه الديمقراطيه المتحده. وعليهم فدول الافقين اللذين نرى تاسيسا عليهما بقى الخمسه اسطر اللي قدامنا دول. يعني واضحه المعالم احنا لنا ماشي يعني اظن اللي هيقوم عندي في الامر يدرك ان مصر بعده تفتقد اصلا الدوله. تاسيس الدوله هنا يعني ضمن ادراكنا لغير الدوله. من امتى بقى منذ انهيار الدولة العثمانية ما كانتش ولا من 25 قرن منذ انهيار الدولة المصرية؟ مش عايزين نخش في ديبيت حول ده، لكن الدولة تعريفا واصطلاحا ولغة يعني شعب على أرض لا حدود، مش كده يا أهل القانون يا محاضرين؟ لا يا تشخيص نعم أرض وشعب أرض التشخيص السياسي والقانوني للأمة
تعريف المصطلح العلمي للدواء. الدواء ناقص بس مش كده؟ مش كده. ايه؟ ارض زائد شعب زائد امه، ارض زائد شعب زائد امه زائد دواء. طيب يعني على كل حال فما الشعب اذا مثلا قيدت حقوقه او قرن من مطلق حقوقه في التنظيم وبناء مؤسسات بيبقى في شعب ولا ما فيش؟ في شعب يا عم الله يبارك خلاص انا مش هي مش محاسبه انا بحاول بس دلوقتي اهيئ الاول يعني الاول هنتكلم براحتك حد بس اللي اقصده ما بحاول اشرح العنوان او ادبب تاسيس الدوله عندنا هنا يعني افتقادنا لدوله وعلشان يبقى في دولة أو أصلاً يبقى في شعب عشان يبقى في دولة لهذا الشعب مش مشروع هذا الحاكم أو ذاك يبقى احنا عايزين الشعب الذي أطلقت حقوقه بثوراته أو استدعاء أو يعني امتلك حقوقه في التنظيم يبني بقى مؤسساته بناءً عصرياً دستورياً مستقبلياً يمكنه من إن هو يقدر يبني دولته ويشارك في طيب ولذلك في السطر الاول هو تاسيس دوله الشعب المصري ببناء الشعب لمؤسساته والتوافق الوطني على دستوره وتشكيل حكومه الجبهه الوطنيه الديمقراطيه المتحده انت مش هتقدر تشكل حكومه للجبهه الا اذا بنت الجبهه فمهمتنا كيف نستطيع ان نمكن الشعب المصري من الا يحتكر في هذا الطريق او ذاك اداره شؤون البلاد ويغيب الشعب ومؤسساته احنا بنقول ان يبقى بابسط الاشكال احنا سعينا في هذا الشان هو بناء مؤسسات الشعب وده مش هيتم بغير توافق وطني توافق وطني معايير اول ركيزه في معاييري ان يعترف الكل بالكل لا ينفيان احد احدا ولا يخشيه ولا الى اخره طيب المعايير انا اشرت الى كيف احكمت معايير احكام تشكيل الجمعيه التاسيسيه باستدعاء تجربه 95 والموضوع اللي هو يزن يبقى الاعلان الكبير يتلخص في ثلاث كلمات تاسيس دوله الشعب ونقول عبر تحرير الامر والامر هنا المقصود به نملك دون سؤال نحن المصريين قمرين اوروبا كلها شغاله على قمرين مصر عندها قمرين تقاطعهما 900 قناة. أزعم واللي عايز يرد على الزعم ده يقول أنني من كان وراء إطلاق هذا القمر في ظل سياسات كانت عكس ده 180 درجة كانت بتقول إن القنوات الفضائية غزوة حضارية واقتحامة فكرية وخطر دائم تتكلم عن ما يسمى بالسيادة الإعلامية والإمن الإعلامي واللازم أجبرنا الدولة على أن تبدلها سياستها 180 درجه وبدل ما تروح تجيب الماني يشوشوا علينا عشان ما نستقبلش الغاز والحضاريه والذي منه ده فرض عليها اطلاق طيب اطلق القمر ودلوقتي ده الجيل الثالث منه اهدر منه جيلان ودي الثالث الهدر فيه شغال السؤال لمن القمر؟ اليس القمر ده اللي بيحمل اسم النيل قمر الشعب المصري؟ طيب كيف يحال بين مؤسسات شعبنا جمعياته اتحاداته نقاباته الى اخره من مؤسسات بينها وبين ان تمتلك كل منها ما تؤسسه هي من قناه او قنوات شبكه قنوات للفلاحين للعمال المهنيين على اختلافهم الى اخره واللي بقوله مش انت عارف قانون 1379 بيقول تحتكر الحكومة ملكية الإذاعة والتلفزيون فأيانا يلتقيان؟ كيف؟ بين في ظل هذه النصوص اللي بتقيد وبتحتكر وبتحرم وبتصادر على حق المصريين في امتلاك قنواتهم والتاريخ بتاعنا بيقول إن إحنا كنا بين العالم الرواد يعني سنة 20 من أول إذاعة منتظمة في العالم نوفمبر 20 في الولايات المتحدة مصر سنة 23 كان فيها 28 إذاعة مين اللي عملها؟ سوى الفنانين والمفكرين وهواة اللاسلكي ومختلف مؤسسات الشعب المصري كانت قادرة تسمع جنوبا لحد أسيوط وشمالا إلى ما بعد فلسطين وكانت في ظل الاحتدامات التي تلت الحرب الأولى والثورة البلشوفية وكذا وكذا وعندنا بعد ثورة في أعقاب ثورة 19 وكذا قادرة كل المدارس المصرية تعبر عن رواها وتبادل في كل امر يعني مقالاتها
وتسمع المصريين اللي كانت الكمية عندهم تتجاوز كذا و 90% كل أسواق من يفكر ومن يبدع ومن يعرف ومن يعلم من ده. يعني أرجو أن يكون أوجزت ومقطرتش وإني يعني أوفيت بعض العناصر الأسئلة الرئيسة اللي كنت متوقع منها تبقى مطروحة. عايز أبدأ بك حزب الكرامة لأنه هو الراجل يعني الحقيقة أول مرة يحضرنا حد من حزب الكرامة من جهة، ولأنه على حسب ما قال لي أول ما وصل إن هو لديه ساعة واحدة وعنده تدريبات أصلا من حدود الشرقية، فعايزين نورده في البداية بالمحاورة وقلتوا فين؟ أين أنتم؟ ما هذا التاريخ أولا؟ لا يعني على مدى يعني من هذا التاريخ اللي أشرنا لبعضه وأين أنتم أيا كان الأمر فيها يعني في الرغم إحنا عندنا بكرة مليونين شريعة سنقابل غدا يعني دائما وكل يوم الأحداث بتطرى وزمن الزمن الحقيقة هو التحدي الرئيسي اللي بيواجهنا مصر ما لم تستطع أن تنجزه في خلال 1913 العام القادم بناء دولة بدون أدلة على مواجهة التحديات اللي جاية من كل صوب وحد ممكن تلحق بما بعد زي قائمة الدول الأفشل في العالم. طيب أشكرك على أنا اسمي مجدي كعبة ده من حزب الكرامة. يا مرحبا. وسعيد بوجودي معاك النهارده ونعرف صديقي العزيز شفيع من زمان قوي من أيام من أيام العجلة. انتوا ما تعرفوش عني غير ان انا كنت بركب عجله مش كده ده كل ده حدود المعرفه اللي انا لقيت بتوع حزب الكرامه بيتكلموا عنها انا لسه بركب عجله ده شيء جاي وهو الحقيقه تحدي مش في الوقت بس شفيع يعني رايي تحدي في الاراده مصر تواجه مشكله كبرى مستقبلها تواجه مشكله كبرى في العدوان على هويتها الحضاريه والثقافيه والاجتماعيه كلنا تقريبا بلدنا شارك ثورة 25 يناير دي يعني مش هتكلم عليها كلنا عشناها لكنها اجمل ما كانت تبشر بيها هذه الثورة انها بتكسر حاجز الخوف بتضع الشعب المصري على قدم وساق مع الشعوب الساعية الى الحرية والعدالة والتقدم زيها زي كل ثورات البشرية. ما يحدث او ما حدث بعد الثوره انا مرحله ما بعد ثوره 25 حتى الان انا دائما بسميها ليست مرحله انتقاليه لاننا لم ننتقل ما زلنا محل سر مفيش مرحله انتقاليه ما حققناش اي شرط من شروط المرحله الانتقاليه حتى هذه اللحظه لا دستور وطني اتعمل ولا عداله انتقاليه اتعمل ولا قانون انتخابات اتعمل لا شيء يقول ان احنا انتقلنا من خانه الى خانه او من حال الى حال الان نحن اسوأ مما كنا فيه وما يحدث في الجمعية السياسية الآن يبشر بخطر حقيقي لأنه زي ما تفضل الأستاذ شفيع هذا البلد يعني يمتلك أجمل ما فيه نخبة حضارية ثقافية رائعة من الشباب والمثقفين عملناهم على مدى عصور وعقود ويعني أعتقد إنه هذه النخبة المحترمة المثقفة من قضاة وأساتذة الجامعات ومستشارين وعلماء وخبراء وفنانين وأدباء جميعهم غائب عن الجمعية التأسيسية للدستور. يعني هذا المشهد نحن بنشوفه مشهد فيه يعني أنا طبعا مع احترامي وتقديري لمدرسة التيار الإسلامي السياسي فيها ناس أفاضل وناس محترمين ولهم كل الاحترام والتقدير لكن هؤلاء جميعا من وجهه نظرهم يعبروا عن بعد واحد في هذا المجتمع، هذا المجتمع كلنا في ضمائرنا هنلاقي فيه تراتب كده زي الجيولوجيا بتلاقي طبقه اسلاميه او طبقه دينيه وطبقه قوميه وطبقه وطنيه، يعني في يعني الهويه المصريه تشكلت ما حدش يجي النهارده عشان يقول هويتي ايه او يقول لي هنعمل ايه في الدستور، نحن نواجه مشكله حقيقيه خاصة إن الذين يتصدرون المشهد الآن ظلوا لسنوات طويلة محجوبين عن العمل العام، خاصة التيار السلفي، وبالتالي هم جاءوا مما جاءوا منه لديهم بعد واحد وفكرة واحدة ما يشوفوش غيرها، لا في اقتصاد
وطني يتحدثوا فيه، ولا فيه سياسه بمعناها الحديث، ولا فيه بعد في البحث العلمي يتحدثوا فيه، ولا فيه اطلاله حتى على دساتير العالم الاخرى علشان نستفيد يستفيدوا منه ويقولوا لنا والله احنا رؤيتنا ايه. حصل اقصاء متعمد لكميه هائله من الخبراء. انا هتأذن لي بس هتأذن لي يعني عفوا بس عشان احنا عايزين نسدد ونخرج من الحكايه. احنا عايزين نتكلم عن مسؤولياتنا نحن. وانا بعتذر دوما ان يعني النهارده الاخوان اذا كانوا موجودين على في السلطه، لان جميعهم ادركوا من اللحظه الاولى ايه معنى بناء المؤسسات اللي احنا بنتكلم عنها. فبنوها على امتداد التاريخ بين خيريه وصحيه وتعليميه وكذا، ويوم ما وقعت راس النظام على طول انشاوا حزبهم وقنواتهم التلفزيونيه او قناتهم الرسميه الرئيسه بين شبكه من القنوات وصفحات الى اخر. وصحفيتهم او صحفهم وكذلك حزبهم الى اخر. السؤال دايما هنا مسؤوليتنا احنا. ايوه ما احنا هنا في بناء مؤسساتنا في يعني احنا هنا في هذه القاعه احنا جزء، احناش كل الحركه الوطنيه ولا كل الفرق، احنا جزء. وحتى احنا غايب عندنا برضو كثير من اللي ينبغي ان نكون موجودين في مناقشه الدستور. انا بحاول بقدر الامكان، انا مقيم في الشرقيه وبحاول بقدر الامكان ان استدعي ما استطيع من المثقفين المصريين عشان يكلموا الناس الفلاحين والشباب اللي قاعد في قاع الريف، يعني يشوف التلفزيون لكنه مش متفاعل، عايز حد يسمعه ويقول له اعمل معاك وراه. وانا عامل سلسله من الندوات هناك، واتمنى ان احنا نتمكن كلنا كده. ادعوكم يعني للحضور من الشرقيه في اي وقت، نعمل حلقه حوار مع الناس في الريف المصري في شباب الجامعات هناك. انا اعتقد انه يعني الجزء الموجود هنا عليه مسؤوليه انه يعني يتسع ضميره ويتسع صدره لانه او امكانياته اذا امكن انه ينزل الى الناس حيث هم وحيث عمل الغلط. وبالتالي انا عايز اقول انه التحدي اللي قدامنا النهارده ان احنا كيف نوحد كلمه القوى الوطنيه. وانا ما بقولش القوى المدنيه، انا بستخدم تعبير القوى الوطنيه. نحن في اهم ما يمكن ان نصيغه في الدستور هو دستور الدوله الوطنيه المصريه بسحريها ومسلميها ومثقفيها وفلاحيها، دوله الوطن زي ما قال الاستاذ شفيع. يعني عاوزين نبني دوله الشعب المصري بكل ما يمثله، مش طوائفه برضه ولا مكوناته، بكل ما يمثله. دي لحظه حضاريه. علشان كده رقم واحد استاذ شفيع، اذا لم تتمكن هذه القوى الوطنيه من ادراك خطر حقيقي على مستقبل هذا البلد الان باراده موحده، انا اعتقد ان احنا هنواجه مشكلات كبرى وهنتحمل مسؤوليه ان اجيالنا لنا بعد كده. خدوا بالكم احنا حتى في يعني فوران الثوره كان الشباب يقول لنا انتوا كنتوا فين وانتوا عملتوا ايه؟ فقلت له والله انا واحد من الناس اعتقلت مره واثنين وثلاثه واربعه، وقفت في الميادين ورحنا عملنا مظاهرات، لم نتخلى عن ادوارنا، لكن في اجيال تخلت عن ادوارها، وفي اجيال وصلت بها الياس والقنوط لانها يعني ما كانتش قادره تتواصل اكثر من هذا. عايز اقول رقم واحد لابد من وحده القوى الوطنيه وبسرعه لادراك هذا الخطر. رقم اثنين لابد من جدول اعمال وطني يلم الناس كلها. النهارده شفيع شلل مشكورا بيعمل هذا الجهد المحترم بجبهه وطنيه، وانا طبعا قريت الخبره الجميله اللي اتعملت في منتصف التسعينات، وللاسف ما بنبنيش عليها. يعني لو تمكنا، يعني ليست مشكله كبرى ان احنا نجيب مجموعه من خبراء دستور ونقول 1 2 3 4. الدستور ليس معضله كبرى في ان احنا نصيغه، لكن هي مشكله في انه هذه السموم اللي عماله تدس في الدستور النهارده هي اللي هتدمر بنيه هذا المجتمع. تمام. انا عايز اقول ان يعني انا بعتقد ان احنا لا ينبغي ان نشغل انفسنا بما يصطنع على غير اسس احنا صانعين. السموم ما سمومش، يعني مش عايزين ده يستدركنا. ايه الموضوع؟ كيف يرحم تمثيل الشعب المصري مؤسسيا لكتابه الدستور؟ في كلمات فيما لو وصلنا بما تفضل ليس علينا من نعيد اختراع العجله، علينا ان نبدا من حيث انتهينا. الاجنده دي انا ما اقدرش اعملها لك، لازم نعملها معا. الاجنده دي الان يعني شرفنا قبل اسابيع سيد عمرو موسى جاي يقول لنا انا واحد 26 حزب، وانا رايح دلوقتي كان قايل لنا الساعه 6 وعنده الساعه 7:30 رايح الوفد.
لينتقل من المؤتمر الى الامه الى اخر. وكان السؤال هنا بسيط بعد ما خلص كلامه، اما بعد الكرامه هي اليوم بين اركان التيار الشعبي. برضه كان بيشرفنا الاسبوع الفائت الدكتور حسام عيسى من التيار الشعبي، وفي الاسابيع الفائته كان دايما معانا كمال ابو عيطه واتحاد الانتخابات المستقله والسؤال. والسؤال اللي هو ده علينا الان لم يعد الاجنده دي، يعني خلينا انا شخصيا وفقا يعني برضه انك اشرت الى الشرقيه وكذا وكذا، نحن قمنا بجوله حول الدوله جابت من النوبه ولم تعفي يعني ساحه من الرجال. نرجوك احنا اللي بنطالب هيئوا نفسكم ورتبوا مع سائر القوى. حد ثاني سؤال؟ حضرتك استاذ محمد رزق صحفي دلوقتي، حضرتك بتقول ان كلنا غير مطبقين على الدستور اللي بيشرح حاليا. مين اللي قال؟ يعني احنا لما كسرته الكلام عموما بيتقال كلام احنا كشيب ان احنا مش مطبقين على هذا الدستور، ان هو لا مصري الشعب المصري جاي. دلوقتي كان في زيارات الاسبوع اللي فات السيد حمدي صباحي، السيد عبد الموسى، كانوا في رئاسه الجمهوريه، والبيانات اللي صدرت عن طريق رئاسه الجمهوريه اكدت ان هم مطبقين على الدستور الا بعض المواد اللي هم هيتكلموا فيها. هو ده السؤال بس، ان احنا بننقل معلش يا اسف يعني احنا بنقول ده انا كممثل في الدار الشعبي او انا في بلاني وانا مع الشعب ومطالب الشعب، وفي الاخر بقول ان احنا ممكن نقدر نعدل المواد الموجوده حاليا. طيب انا الحقيقه يعني هقول العباره دي، هقول يعني نقولها مره واخيرا. احنا هنا يعني الجوهري من الاحداث دي احنا بن يعني مش قاعدين شغالين روحنا بيها،